اوكي. Your snap streaks are all the same. Hi guys. اليوم راح نسوي فيديو. شام يا ريت لو سمحتي ما اسمع صوتك حتى هاي لا تقوليها ما حدا بيهتم. هيك مثل شام. يا الله الشمس مستفزة. يا اول مرة بنشوفها من شي 3 شهور. ممكن تسكتي؟ شام. يلا. إذا ما بتقومي معي روح لحالي. شام تذكري لما هذيك المرة قلتي لها تطلع معك وقالت لك انه ما بدي. يا نروحي من هنا. عنجد؟ ايه. اوكي. اليوم راح نسوي ماي كيرلي هير روتين لانه اي ستريتن ماي هير لازم اني اعتني فيه زياده. حنبلش اول شيء بالتريتمنتس يلي بدي احطها على شعري. شكلي على الويب سايت استنوا لاورجيكم اياها. مثل ما قلنا حورجيكم كل شيء اللي عم بستخدمه. بس المنتجات اللي عم بستخدمها ممكن تكون من ضمن المقاطعة لأني أنا جايبتها من زمان فأنا عم بستخدمها ومو كل شيء بستخدمه منيح ماشي. في أشياء ممكن تنفع على شعري وما تنفع على شعركم وفي أشياء ممكن تنفع على شعركم وما تنفع على شعري فأنتوا شوفوا يلي بينفع على شعركم واستخدموه. أول شيء نسيب سبة من الكوفي يلي بيورو ونص. أشوبيفت That's my shirt that I've been that's been lost for like a while now. Rada, guilty look. You wore it the other day wrong way, just so that I can look like a turtleneck, as if you don't have any. Sham, did you try to help me? Guys, listen. Anna, Anna. Nadine, you always come in at the oddest times. I know. We both know that you're gonna say yes, and we're gonna go out. I love it. Is this my اوكي شايفين كيف؟ أنا ثالث يوم بدون حمام وشعري أساسا مزيت. يعني ثالث يوم يعني أنا قبل مبارح. المهم خلينا نبلش لأنه راح أحط زيت على شعري. آه ما قلت لكم أنا إني قصيت شعري. بس الإنستا عرف بس أنتم هون ما عرفتوا يعني أنا الفيديو اللي قبل هذا حيكون قصة في شعري بس أنا صار لي شهر قصصته أصلا يعني. قصة شعري هي ليرز بس. حنبلش اول شيء بالسكالب رولر جبت تبعتي من شيان. بنبلش بس بدون ما تضغطي على راسك مشان ما يعني تقطعي شعرك. اوكي هاي بتوجع لي راسي مع اني ليكو يعني ها ما بكبس اصلا ما هيك بتوجع لي راسي كتير. هاي صار لي يمكن شهر عليها وكتير حلوة عن جد كتير حبيتها والشمس صرعتني. لا المشكلة انه اليوم سبت ماشي فانا عندي طلعة ثلاثة. يوم الثلاثة المطر 90% فانه انا ما يعني انا ما فهمانة يعني الحمد لله. شايفين ما احلى ما شاء الله كتير حليان شعري يعني كان لما بساويه هيك ستريت كان كتير محروق بس هلا شوفوا قديش هيك عم يلمع كتير. اوكي ممكن يعمل يلمع لانه مزيت بس يعني اتليست عم بزيت ما كان يزيت ابدا. بس انا كتير فرحانه بشعري هي الفتره وحتى الكيرلي عليه عم يطلع كتير حلو. وعلى فكره انا ما بعرف اذا انتم ملاحظين بس انا اليوم معصبه يعني معصبه كيف بدي احكي لكم مو معصبه مثل ضايق خلقي يعني مبسوطه بس يعني ضايق خلقي عن جد ما بعرف من شو يعني صار لي 5 دقائق عم بعمل هيك بكل راسي فهي اعتقد انه خلص. فلا تكبسوا كتير على راسكم شو ما يتنطف شعركم كمان. بس انا عن جد كتير ضايق خلقي حاسه هيك في شي كابت على نفسي. هذا هيك بصير لما ما بنام منيح. اليوم اللي قبله كنت امبارح صاحيه الساعه 10 الصبح ماشي وميته لنام وصلت على الساعه 9 خلص ما قدرانه بدي فوت نام ما ضليت بالتخت وما قدرت نمت ما قدرت نام لحتى صارت الساعه 4 الصبح فيعني مالي نايمه منيح. بعد ما سوينا بالسكالب رولر بدنا نحط من الروزماري اويل بعدين بالسكالب مساجر. هاي حتى ملامحي بتتغير بس كون متنرفزة يعني ماني متنرفزة من شي بتعرفي اللي هو فقت وفطرت شربت شاي شربت قهوتي حقت فوت اتحمام بس يعني هيك في هيك يا هيك حاسة اليوم ما بشعني. انا كاني ما عملت انترو منيح لهذا والله سوري جايز بس لانه نجوى ونجوى وشام عن جد كتير 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 بيعجقوني ما كنت متوقعة انه يطلعوا كنت بعرف انه هن حيطلعوا كان
ما بلش التصوير لحتى شو اسمه طلعوا خلصوا حلوا عني. كمان صار لازم اسوي حواجبي شوفوا بلش هون يطلع لي هيك. بعد هيك خلصنا من السكالب رح نروح بقى لاطراف شعري. رح احكي لكم على شيء عن جد كثير فات شعري ماشي، لانه انا شعري اساسا فريزي نافش فهمتوا كيف وناشف. الافوكادو اكل او زيت كثير منيح للشعر، يعني كثير ساوى له لمعه، كثير 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 حبيت الافوكادو على شعري. بس مو ماسك، انا باكله اكل. اذا انتم بتحطوا ماسك فانا ما بعرف، بس انا بحطه كزيت على شعري. هو هاد، فرح اخذ منه شام. شو بدك فيني هون اطفره بس ماني خلق. وبس بدي اتركه ساعة وبعدين بدي افوت اتحمم، رح ارجع لكم بس خلص حمام. سو احكوا لي نايما هلا دور شعري بقى نسوي. فيكم تشوفوا شعري هو لسه مبلول اصلا، يعني باين قديش حينفش فهمتوا كيف؟ انا اساسا لما بحب لما بساوي شعري بحب ساوي انه يكون هيك كيرلي منفوش، ما بحبه الكيرلي المرتب. جربت هذا وجربت هذا طلع المنفوش علي احلى، فحنضلنا على المنفوش. بلش اول شيء بتمشيط شعري. شايفين انت شو بتغير مودي بس اتحمم؟ بس انا اساسا حاطه سكجول لشعري بصراحه، الحمام تبعي بيكون كل 3 ايام لشعري كمان، يعني لازم يوصل لمرحله انه يطالع الزيوت تبعيته، لانه يعني شعري ناشف اصلا، ف ما فيني نشفه اكثر ما هو ناشف، يعني مضر له بالاخر. ترى حلوه وريحتي حلوه. بعد هيك ببخخ مي، فيكم مي عادي بس انا حاطه له لهذا روزميري وبزل الكتان. بزل الكتان مشان كمان الشعر، يعني منيح للشعر. هذا غليت فيه الروزميري وبزر كتان سوا وعبيت شوي، وبعدين زدت الباقي عليه بمي، لانه ما بدي الكتان طالع هيك مثل الجل، ما بدي هيك يحسه على شعري، مقرف بيكون، بس بنفس الوقت بدي احطه على شعري يعني. معلش جايز بس بدي احط شيء مشان ما لوت الكنزة، طلع بشبه بابا. انا لازم احكي لكم هاي الشغلة بكل شغلة بساويها، في اشياء ممكن اعملها ما تعجبكم وفي اشياء ممكن تعجبكم، خدوا يلي بيعجبكم منه وسووه على شعركم، مو ضروري بالضبط مثل ما انا عم بعمل تعملوا، فهمتوا كيف؟ انا ما حبيت لونها لهي، كثير بشع لونها يعني، فاهمين كيف؟ راح بلش اول شيء بكولر واو، الكليب المفضلة تبعتي، الكليب تذكروا الكليب المفضلة اللي ورجيتكم اياها بفلوج تبع سنتر باركس، قلت لكم هي من ماما لهيك هي مفضلة، يعني انكسرت بعدها بيوم. انا بكره هدول اللي لازم اكبس عليهم، يعني ما بقدر امسك اشوفه، ما عم بعرف احواكي سوري جايز. بعدين بليفن، مره صار لي فتره قاعده عم بشوف طاقه والانوثه والابصر شو، بس عم بطلع اني انا كنت محاطه ببنات بس طول عمري، انا ما يعني ما جربت انه حدا يحكي معي غير البنات اللي بعرفهم. ما خطر لي بشي يوم انه هيك مثلا اذا حدا واقف بالطريق فتح معي موضوع افتح معه موضوع عادي. نكمل، ممكن نساوي شعري انا وانا عم بحكي. كيرل انهانسينج سموذي خلص تقريبا. جبت هاد من كانتو، ما استخدمته لسه يا دوب، فاهمين كيف؟ بس اللي بدي احكي لكم اياه انه انتبهوا على كمية اللي بتحطوا من الكريمات هاي فيها، لانه هاد اذا كترت نتفة زيادة شعري بلبد، بصير هيك كليته شقفة واحدة مقرف. لما احط الاماونت المناسب بيطلع شعري عن جد بجنن. هاد العكس، هذا اذا حطيت كمية مناسبة او لا الكمية المناسبة من هاد كتير قليلة بهاد، فهمتوا كيف؟ فهذا لازم زيد فيه، بس كمان حاببته يعني انه لطيف يعني فهمتوا كيف هيك كيوت، فرح استخدمه لهاد. ايه خليني اكمل لكم. شايفين هذا حتى هيك كريم كريم، وكمان ريحته مانجو كتير حلوة. كنت كتير انسان اجتماعي
بس اجتماعي ضمن حدود كتيرة يعني، فهمتوا كيف؟ من كان من أهل يعني مجتمع هيك، ما كان فيكي والله تتعاملي نفس ما تتعامل بأوروبا، هذا شيء بديهي يعني، شيء يربينا عليه. فالمهم لما طلعت من كل محيطي كنت أنا حرفياً عن جد كانوا يسموني بالجروب تبعنا أنه أنا الشاب، أنه أنا رجال الشلة، على قد ما كنت عن جد كتير مسترجلة. رجلة كنت كتير هيك أنه غار عليهم خبيهم سترون. والله كنت صرخ على شباب الشارع بصراحة، لأنه كانوا يجوا ويتعرضوا لرفقاتي. أنا إذا والله إذا رجال إجا حاول يعمل معي شيء والله بموت. وكنت رضوى الشربيني كمان بالشلة يعني، كنت يعني مو مستوعبة إنه أنا في كتير ماسكلين إنرجي فيني، حتى طريقة لبسي كانت، حتى طريقة حكي، كل شيء تقريبا كان كتير هيك، إنه مثل إنه لأني أنا البنت الكبيرة اللي لازم أكون مسؤولة. فبعدين بس إجيت لهون لاحظت إنه أنا بطلت مسؤولة عن هذا، أنا ما لي مسؤولة عن أي حدا. كنت كتير حس بالذنب إذا مثلا طلبت شيء، يعني أنا من جديد عم بتعلم أني أنا أطلب، لأنه الطلب عندي شيء يعني هيك كنت حسه لا، يعني لا ما فيني أطلب من حدا أنه يساوي لي غرض أو يساوي لي أو يجيب لي شيء، فهمتوا؟ غير يعني أبي أوكي ما كنت أطلب، كان صوتي كتير عالي، كان عن جد بابا كان بتذكر قديش بابا كان دائما يحكي لي، وكنت كتير اتضايق منه على فكرة، يعني عن جد كنت كتير اتضايق من بابا بس يحكي معي انه رغدة وطي صوتك. قال له طيب عم بضحك. بعد هيك موس اوكي بقلب راسي كلياته وبحط الموس على الجزور مستقطع لبعد ما خلص بنرجع بحط الموس بمسك الشاري وشوي شوي برجع لورا بنيمو ما بنترو. بعدين احط الجل انه كنت اخجل اطلب، احس بالذنب بس مثلا حدا يجيب لي شيء، يعني انا هلا عم بستوعب انا شو كنت احس بس حدا يجيب لي شيء او اطلب من حدا شيء، احس بالذنب انه يا الله انه مثلا صرف مصاري علي، انه يا الله اخذ من وقته مشان يجيب لي هذا الشيء. نحن تخطيت هذا الموضوع. اوكي شوفوا الهدايا شيء كتير حلو ماشي، بس اللي بده يختار لك هدية او يجيب لك هدية ما بيصير يختار اي شيء موجود ويجيب لك اياه، هذا معناته هو ماله مركز هو انت شو بتحبي، يعني هو عرفان هذا الشيء انت ما رح تلبسيه، مثلا خلينا نقول جاب طوق، نقول جاب اكسسوري، انت كبنت انت دائما بتلبسي جولد، هو جاب سيلفر، انه انت جايبها مشان انا ما البسها، ليش جايبها لهديتك اصلا؟ فهمتوا كيف؟ فانا كنت اقبل اي هديه بتجيني خلص، لانه خلص اخذ من وقته جاب لي هديه، يعني شو اكثر من هيك؟ شو اكثر من هيك؟ لا اكثر في اكثر من هيك، لا هذا ولا شيء. اذا انسان عم بيجيب لك هديه بس لانه بده يخلص حاله من شغله فبلا منه وبلا من هديته يعني. فانا كنت اقبل كل شيء، يعني مو كل شيء هدايا، بس انه اخجل احكي انه هي هديه ما، يعني أنا ما رح أعمل فيها شيء، أنا ما رح تفيدني، مو ما رح تفيدني بس أنت ما حتشوفها موجودة عندي، أنا رح أحطها هيك على جنب وأركنها، يعني أنت بدك هيك؟ إذا أنت هذا اللي بدك إياه فما فيني أعمل لك شيء. صوتي كان عالي مثل ما حكيت، قعدتي أمثلكم كيف كنت أقعد؟ استنوا بس لا تعلقوا على بنطلوني ماشي؟ إذا كنت قاعدة بشي مطرح كنت هيك أو أقعد هيك، شو هالقعدة؟ نزلي رجلك ولا كنت اخذتي بالشبين مع رفقاتي، بس كنت اطلع معهم يعني، حتى لو كنت لابسة فستان وكعب وهيك لسه بتلاقوني قاعدة. كنت صرخ كتير، عصب كتير، كنت شخص جدا عصبي، انا هلا لهلا كتير بعصب بس يعني اقل من هديك الفترة بكتير. هيك بكون شعري هو مبلول وهلا بعمل له ديفيوزنج، بس خليني كمل حكي. على فكرة اليوم آخر يوم ب 2023، سو كل عام وانتم بخير وإن شاء الله السنين الجاية بتكون أحلى من السنة هاي والسنين اللي قبلها بكتير، وتقدروا تلاقوا حالكم أكتر. جيت على هاي البلد لأنه بلد هيك هادية رايقة، خلص في روتين
فاهمين كيف؟ أنا ما كنت أحب الروتين كثير. هلا صوتي ما بقول لكم إنه كثير وطي بصراحة، يعني في أوقات إيه أنا بصرخ بعيط بضحك بصوت عالي، بس خف كثير عن أول، هدي يعني أنا هديت من جوا. تعلمت هون إنه إذا حدا عرض عليك شيء، حدا عرض عليك مساعدة، اقبليها. مو قصد إني أنا مالي مسؤولة أو مالي أو متكلة على حدا، أنا أغراضي بسويها لحالي، بس إذا حدا عرض علي مساعدة ليش لحتى ما أقبلها؟ أنا ما حكيت له تعال ساعدني بالغصب، هو عرض علي، هو عاجبه، يعني هو بده يساعدني، ليش لما حتى خليه يساعدني؟ يعني الاتكال على حدا هذا شيء كتير بشع، ماشي؟ إن كنتي بنت وإن كنت ولد، إنك تتكل بحياتك هي كلياتها على شخص أو على حدا أو على شيء، أنا يعني ما حدا مضطر إنه يتحملك كل الأد كمان، يعني فهمتوا كيف؟ أنا هاي الشغلة بقدر حلها لحالي، بس إجى حدا من برا وقال لي إنه أنا بساوي لك إياها، إنه أنا يسعدني إني ساوي لك إياها، إجى أحكي له لا لو سمحت أنا بساوي أغراضي لحالي. ليه؟ ما يساوي لي إياها؟ إذا هو كتير فرحان إنه بده يساوي لي إياها، هو هيك يعني عم بيساويها بكل حب لإلي. خلص نبا خليني أعرف أحكي. موضوع الطلب هون لسه عندي شوية مشكلة فيه، بس عم بحاول حلها ماشي. انه انا ما بحب ينرفض طلبي، ما بحب انه حدا مثلا انا طلبت منه شغلة يحكي لي لا، او لا ما بدي، او ما رح ساوي لك اياها، او لا، لانه هيك بحس ب فهمتوا كيف؟ فالطلب شوي شوي عم باخده، عم دس النبض قبل ما اخده، بس لسه ما تعلمت اني دج ودج، فبس تعلم اني دج ودج بحكي لكم. ايه لهلا عندي مشكله بانه انا ما بحب ينقلي لا، ما يعني ما بحب، ما بقدر، عن جد ما بقدر ينقلي لا، اي شيء بدي اياه لازم يجيني. انا هاي المنتاليتي تبعتي ما عم تتغير، حاولت اني غيره بس ما عم تتغير، بس يعني اي هوب انه يعني يجي ناس لحياتي تكون قد انه انا اطلب منها طلب، لانه إذا بني آدم والله يعني يقعد يرفض لي طلبي ليش لحتى أكون معه؟ والله جد ما بعتقد إنه لازم غير تفكيري بهي القصة، إنه لا أنا ما بحب ينرفض طلبي، لأنه أنا متأكدة إنه في شخص حيجي ما حيرفض لي طلبي. إذا شخص مثلا حيقعد يرفض لي طلبي ولا أنا ما بدي أسوي لك يا أبن ناقص منك، يروح حل عني، وأنا ناقصني أنا جاي لهالدنيا بيبي مشان استمتع دلع، يعني والله مالي جلادة عليك ولا رفضك لطلبي، رفضت لي طلبي ما رح خليك انت بحياتي كلياتك، معناته طلبك انت كمان عندي مرفوض. انا ليش شخصنت الموضوع؟ انا كثير شخصنت الموضوع، لانه انا اذا حدا طلب مني شغله ما بقدر ارفضه. يعني مثلا قلتي لي مثلا انت انه رغدة ممكن لو سمحتي مثلا تساعديني بهذا الواجب تبعي، حتى لو انا ما بعرفه، حتى لو حخليك ترسمي حساعدك في بيبي، ما فيني احكي لا. ليه لا؟ مثلا قلت لكم انه انا اول شيء لسه عندي موضوع الرفض تبع طلبي هذا مو متقبلته كتير، بس انه اذا مثلا انا طلبت شغله والبني ادم ساوالي اياها بطلت احس بالذنب، انه انا اذا طلب مني شيء انا بساويه، فليش والله لما اطلب من حدا شيء ويساوي لي اياه انا احس بالذنب؟ صرت عم عامل حالي ومشاعري مثل ما عم بعامل الناس. حتى قعدتي تغيرت، حتى صوتي تغير، والله صوتي كتير تغير، ما كان هيك صوتي، كان كتير ملعلع، هلا في لعلعة بس هيك خفيفة كيوت. انا كأنه كنت عم ساوي شعري، كأنه اخذنا الموضوع لجهة تانية، سو خلينا نخلص. بس يعني انه موضوع طاقتي الانثوية لسه لهلا ما يعني ما ختمته، بس انه انا كتير اشتغلت عليه من اول ما اجيت لهلا، وكتير بين معي الفرق. صحيح مو تغيير كلي، ما غيرت كل شيء بالطاقة الذكورية اللي فيني، بس أنا مقتنعة إنه لازم يكون لك هيك شوية masculine energy. المهم إنه يكون الfeminine energy تبعتك كتير عالية، بس يعني من الطبيعي إنه يكون عندك masculine energy لأنه أنتي بني آدم. يمكن هلأ تخلوا شعركم لحاله ينشف، بس أنا بحب إني نشفه بسرعة لأني كتير بتضايق بس راسي يكون مبلول. راح اساوي شعري بالديفيوزر،
بس مو قدامكم. اول شيء راح بلش باني نشف شعري من فوق، وبعدين ببقى بمسكه هيك، ما له صعبه كثير بس بعل لانه كثير بياخذ وقت طويل. اوكي لانه راح يطلع كثير صوت فراح اسويه لحالي وبعدين ارجع لكم. شوفوا ما احلى طالع. بعتقد انه السيروم تبعي خلص فما بعرف اذا وين حلاقي سيروم مشان احطه على شعري، بس اتس اوكي. ومشان ريحه شعري راح احط عود، مسكوا عود. اوكي انا كثير بحب الروائح الثقيله كثير كثير. طالع شعري كان جد كثير حلو، كنت انبسط بس يطلع شعري حلو، عن جد انبسط. This is my hair routine كلياته من اوله لاخره، بس ما حطيت سيروم، فانتوا بس تخلصوا ويكون هيك شعركم حطوا سيروم. بحبكم كثير كثير وانتبهوا حالكم. That's it. Love you guys.